السليم. قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ فقال اي وعزتي جباري وما على الزهراء من حماري. قال اي وعزتي جباري وما على الزهراء من حماري. لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. حمود رأوها عصروها عصرا عادت بنفسي أن تموت حسرا. عادت يا فضة أسمديني وقد وربي أسقط جنيني. عادت يا فضة أسمديني وقد وربي أسقط جنيني. فأسقطت بنت الهدى وحزنا. فأسقطت بنت الهدى وحزنا. جنين هذاك المسمى محسنا. جنين هذاك المسمى محسنا. تضرم النار بباب دارها. تضرم النار بباب دارها. وآية النور على منارها. وآية النور على منارها. وبابها باب نبي الرحمة. باب أبواب نجاة الأمة. وبابها باب نبي الرحمة. وبابها باب نبي الرحمة. وباب أبواب نجاة الأمة. باب أبواب نجاة الأمة. باب أبواب نجاة الأمة. بل بابها باب العلي الأعلى. فثم وجه الله قد تجلى. وبابها باب نبي الرحمة. وباب أبواب نجاة الأمة. بابها باب العلي الأعلى. فثم وجه الله قد تجلى. اكتسبوا بالنار غير العاري. ومن ورائه عذاب النار. اكتسبوا بالنار غير العاري. عذاب النار. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا؟ ما أجهل القوم فإن النار لا تطفئ نور الله جل وعلا. ما أجهل القوم فإن النار لا تطفئ نور الله جل وعلا. فاحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة. فاحمرت العين وعين
عين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة ولا يزيل حمرة العين سوى بيض السيوف يوم ينشر اللواء ولا يزيل حمرة العين سوى بيض السيوف يوم ينشر اللواء وللسياف رنة صداها في مسمع الدهر فما أشجاها والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج ومن سواد متنها اسود الفضاء يا سعد الله الإمام المرتضى وكزن عن السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار وفي جبين المجد ما يدمي الحشا وهل لهم إخفاء أمر قد فشا والباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خفاء شهود صدق ما بها خفاء شهود صدق ما بها خفاء قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا قد جنى الجاني على جنبيها فاندكت الأنفال من حنينها لقد جنى الجاني على جنينها فاندكت الأنفال من حنينها أهكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الملك فيا للعجب أتمنع المكروبة المطروحة عن البكاء خوفا من الفضيحة تمنع المكروبة المطروحة عن البكاء خوفا عن الفضيحة البكاء خوفا من الفضيحة الله ينبغي لها تبكي دما ما دامت الأرض ودارت السماء الله ينبغي لها تبكي دما ما دامت الأرض ودارت السماء فقد عزها أبيها السامي والاهتظامها وذل الحامي لكن كسر الضلع ليس ينجبير إلا بصمصام عزيز مقتدير إذ رب تلك الأضلع الزكية رزية ما مثلها قزية لكن كسر الضلع ليس ينجبير إلا بصمصام عزيز مقتدير إذ رب تلك الأضلع الزكية رزية ما مثلها قزية رزية ما مثلها سليم قلت يا سلمان هل دخل
دخلوا ولم يكن بإذاني.